اهلا بكم اعزائي المشاهدين واجدد الترحيب بفضيله الشيخ احمد ممدوح. الشيخ احمد اهلا بيك مره اخرى، وعندنا اسئله في الاس ام اس نجيب على الاسئله اللي معانا حرصا دايما على اجابه كل التساؤلات سواء في الاس ام اس او الفيسبوك او الاتصالات التليفونيه اللي بنسعد دايما باستقبالها في فتره الهواء. يعني احد المتسائلين بيقول: هل فضيلتك الجواز سنه ولا فرض؟ وهل لو ما عرفتش اتجوز علي ذنب؟ وشكرا. طيب، هو دلوقتي الزواج من سنن المرسلين، ولكن حكم ده حكم الزواج في نفسه ان الزواج مستحب لمن قدر عليه، يعني هو مستحب بشرطه ان الانسان يكون قادر عليه. قادر عليه يعني ايه؟ يعني قادر على مؤنته، يعني ما يتجوزش واحده ويظلمها معاه، ما يكون مثلا مفلس وما عندوش ما ينفق بيه، او عنده عله ما مما تتنافى مع مقاصد الزواج ومراداته. ففي هذه الحاله خلاص ما يسنش لك انت الزواج، لكن لما يكون الانسان قادر يبقى يسن له الزواج. لكن يجي العلماء يقولوا ان ده حكم الزواج في نفسه، لكن الزواج قد تطرا عليه باقي الاحكام. بمعنى يعني يقترن بحال الإنسان ويرتبط به شيء، الشيء ده نخليه نقول له: لا، أنت بقى في خصوصك أنت يا فلان الفلاني الجواز في حقك أنت واجب. كأن واحد يخشى أنه يقع في الزنا والعياذ بالله، ويكون قادر ومش عاوز يتجوز بالرغم من هذا، فنقول له: طب ما هو اللي هيخرجك من ورطتك دي هو انك تتجوز وتحصن نفسك، فيبقى يجب عليك انك تتجوز بقى، طالما الجواز هو السبيل الوحيد المشروع لتنفيذ هذه الطاقات الموجودة عندك. وقد يحرم كما ذكرنا في حال واحد عاوز يتزوج واحدة لكي يعني يسيء إليها، هو بيتزوجها فقط لأجل أن يسيء إليها أو يسرق مالها أو يهينها، مقصود الزواج عنده هذا، يبقى الزواج في هذه الحالة حرام. وقد يكون مكروه وقد يكون مباح، فيبقى الزواج يقولوا كده تتعاور يعني ايه؟ يعني تتوارد عليه الاحكام الشرعيه باختلاف احوال السائلين، يبقى هذا الاختلاف كانه من قبيل الفتوى. لما يجي السائل ويسال ونحقق معه فنجد في خصوص حالته هو شيء مقترن باصل الزواج، نقول له: لا، انت عليك الزواج مستحب، لا، انت عليك الزواج واجب، لا، انت عليك مكروه، الى اخره. تنزل عليه الاحكام الشرعيه كافة. الخمسه اللي هي الوجوب والحرمه والندب والكراهه والاباحه. فضيلة الشيخ أحمد، أنا موظف عايز قرض على الوظيفة من البنك، هل هذا حلال أم حرام؟ طيب، هذا السؤال فيه إجمال، ما هو لم يذكر لنا هل هو مضطر أو غير مضطر، هل هو هذا القرض قرض استثماري ولا قرض شخصي، هل هو تقسيط ويسميه قرضا، يعني البنك هيشتري مثلا العربية أو يشتري الشقة المرابحة بيسموها عليه المرابحة في ويسميها قرضا، ولا هو ده قرض صرف يعني هياخد مال في إيده. كل هذه الاحتمالات تختلف معها الإجابة، يعني لازم يبقى في شيء من التفصيل من السائل حتى ينزل عليه الحكم اللي إيه المناسب. هل يجوز إعطاء الزكاة لابن أخي حيث إنه خاطب ويعمل سائق، مع العلم أنه لا يعرفني ولا يسأل عني رغم أني ليس عندي أولاد وأنا مسنة؟ هذه السيدة مش بالضرورة السائلة الكريمة، مش بالضرورة ان اخذ الزكاة يكون يعرف المزكي، انما وجود علاقة القرابة اللي هي في درجة انه ابن اختك ده مش مانع من موانع الزكاة. يبقى متى اعطيه الزكاة؟ اذا كان مستحق. طب متى يكون مستحقا؟ اذا كان فقير او مسكين. طب واعرف منين انه فقير او مسكين؟ بيقول: والله المسكين ده اللي ما عندوش مال يكفيه أو يقع أو يغطي حاجاته، والفقير أخس من المسكين، يعني ما عندوش مال خالص أو عنده مال لا يقع موقعا من حاجته. يعني أنا بيكفيني 10 فيخش لي 2، هو بيخش لي دخله بس ما حققليش أي حاجة مرضية من حاجتي، فأنا هنا فقير. بخلاف واحد يكفيها 10 فبيخش له 8، هو صحيح ما بتغطيش حاجته قوي بس قريب بس قريبه بس في الحالتين يستحق الزكاه.
فلو كان ابن اختك ده او ابن اخوك ده متحقق فيه وصف من الاوصاف اللي تجعله مستحق، اديله على طول الزكاه، والاقربون اولى بالمعروف. اه يعني الموضوع مش مرتبط فكره ده بيشتغل وما بيشتغلش. لا مش مرتبط. هل هو يعني هل قريب من حد الكفاف، من حد الكفايه، من حد اللي ممكن معاه اديله ولا ما اديلوش؟ هروح لسؤال تاني. السلام عليكم، ما الفرق بين الاسلام والايمان والاحسان؟ وسؤال اخر، ما معنى الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام؟ خلينا نقول الفرق بين الاسلام والايمان والاحسان. هذا السؤال كم اجبنا عليه ونجيب عليه مره. نجيب. الاسلام ان يشهد الانسان ان لا اله الا الله وان سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام. والايمان ان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره، كما ورد في الحديث الصحيح لما سيدنا جبريل جاء في هيئة رجل يلبس البياض، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسئلة فأجابه. بس ده الفرق بين الإيمان والإسلام، ده لما الاتنين يتحطوا جنب بعض كده. زي يعني معنى إيه؟ عايز ما أنا هقول استوعبها. هقوله. يعني دلوقتي كلمة الإيمان لوحدها لما تذكر تقوم تجيب الإسلام، يعني ما فيش فرق بين المسلم والمؤمن، ده فرق اعتباري. لما اقول مسلم يبقى مؤمن، ولما اقول مؤمن يبقى مسلم. طب لما اقول مسلم ومؤمن مع بعض يبقى في الفرق ده. فلما اتكلم عن الاسلام يبقى بتكلم عما يشمل الاسلام والايمان، لما اتكلم عن الايمان يبقى بتكلم عما يشمل الايمان والاسلام. لما اذكرهم مع بعض كده زي ما السائل الكريم بيسال ما الفرق، يبقى اقول دي فروق اعتباريه. ساعتها يقوموا قايلين لنا عباره جميله كده اهل العلم، يقولوا اذا اجتمع افترقا، واذا افترقا اجتمع. يعني ذكرت كل واحد في سياق يبقى كل واحد بيجيب معناه ومعنى اخوه. اجتمع افترقا، جبتهم في سياق واحد، بقى كل واحد له معنى متميز. ايوه. الاحسان بقى ان يعبد الانسان الله كانه يراه، فان لم يكن يراه فالله سبحانه وتعالى يراه. ودي المراتب العليا بالتدرج كده. الإسلام أعلى منه الإيمان، أعلى منه الإحسان. إن الإنسان في الإحسان بقى يحصل له مرتبة التخلية والتحلية، يتخلى عن الرذائل ويتحلى بالفضائل. والمعنى الجميل ده كان حاصل ومتغلغل، لو تسمح لي بالاستطراد. تفضل. كان حاصل ومتغلغل في نفوس المسلمين عبر العصور، حتى انه اثر في نظرتهم للعماره. انعكس هذا في فنونهم الذي ارتبط بالعماره والخط. خلينا في العماره. العماره احنا دايما بنشوف مأذنه المسجد. العماره الاسلاميه. العماره الاسلاميه نعم. مأذنه المسجد بتبقى ثلاث رئات كده، ثلاث طبقات، ثلاث ادوار، وفوق بيبقى فيه الهلال ده. صح؟ ايوه. في المآذن التقليديه. طب اشمعنى ثلاثة؟ واشمعنى اثنين؟ وليه هلال؟ وليه الهلال الفتحة بتاعته لفوق مش لتحت؟ فدي كلها إشارات في العمارة الإسلامية لاعتقادات المسلمين. فيقول لك إن الثلاث طبقات دول إشارة إلى الثلاث مراتب، الإيمان والإسلام والإحسان. وإن الهلال ده هو شعار المسلمين، والهلال ده الفتحة بتاعته لفوق وبميل هكذا كأنه يتلقى المدد من السماء فيصبه على الأرض. الله. فكلها إشارات جميلة لطيفة رقيقة، ممكن الصناع نفسهم اتعلموا ان هم يعملوا كده وغاب عنهم المعاني دي مع الوقت، لكنها كانت مركوزة في الصانع الأول، مركوزة عند مؤسسي الحضارة الإسلامية، وألفت في ذلك كتب. طبعا طبعا. نعم، كتبت عن هذه الأسرار، أسرار المآذن والمنارات في الإسلام، كتب فيها. لذلك أهم فنين، وخلينا نسمع. نعم. نتكلم يعني حتى تأتي هذه التليفونات ومعنا اتصالات كتير أو أسئلة كتير. فكرة ارتبط الفنون في الإسلام بمنحين مهمين جدا، الخط عشان خدمة كتابة المصحف. نعم. والعمارة بناء المسجد. وبعدين حتى لما تروح القاهرة الفاطمية هتلاقي حاجة اسمها المدخل المنكسر، اللي هو الحجاب من الداخل، اللي داخل البيت أو من مدخل المنكسر ده ما يقدرش يكشف. نعم. من أو حرمات البيت ده، وده كله استوعبه حتى فن الأرابيسك، اللي هو النقطة البداية، نقطة المركز اللي بتنطلق منه هذه التشعبات المتكررة في فن الأرابيسك. دي كلها منطلقة من الوحدانية. نعم. يعني استوعب الفنان المسلم هذه المفاهيم
الثابتة في دينه وانعكست في فنونه. فنظرته للكون وللحياة عبر عنها بإشارات معينة فيما يصنعه بيده. حتى في الخط زي ما حضرتك أشرت، الخط العربي مبني على شيء اسمه النسبة الفاضلة موجودة في شكل سموه مسدس ابن مقلة. ابن مقلة ده كان وزير طبعا. فبيقولوا ان ربنا المسدس ابن مقلة ده، وشرحه يطول، يعني ازاي ان اي حرف يرسم فيه فتكون النسب متساوية بشكل معجز. مسدس ابن مقلة هذا بيقولوا ان السر العجيب بتاعه كأن الله تعالى اوحى، قالوا كده، اوحى الله الى ابن مقلة تسديس الخط كما اوحى الى النحل تسديس بيوتها. يعني الهمه العمل. معلوم طبعا ان الوحي هنا معنى الالهام. ايوه الهمه هذا، لان ده شيء يعني اصل يعني ممكن ما يحصلش انها معادلات بقى واقعد اعمل تجارب. في احيانا بتبقى اكتشافات او اشياء من هذا القبيل، من قبيل الالهام. الفنون الهامات كتير منها كده. الفن، لان الفن مرتبط بالملكه. نعم. والملكه تخضع له الدرمه بعد كده، فيبدو في تميز عند هذا الفنان عن ذاك في اطار خدمه هذه المفاهيم الحقيقيه في الاسلام اللي انعكس في كل مناحي حياه الفنان المسلم. وعلى فكره صدرها للعالم، هي اصبحت جزء من التجربه الفنيه على مستوى العالم. زي ما بنقول دايما الازهر هو الذي صدر العالم شيخ العمود استاذ الكرسي. نعم. هو اضاف قيمه مضافه للتجربه العلميه على مدار العصور المختلفه واللي اصبحت تناسب العقليه الانسانيه في كل مكان. خلينا نروح، وبشكرك على الاضافه والتوضيح بهذا المعنى. يعني الاسلام، الايمان، الاحسان بنشوفهم حتى في طبيعه بناء المئذنه في المساجد. عايز اروح لسؤال تاني، كيف اهب ثواب قراءه القران للمتوفى؟ افيدونا يرحمكم الله. ولا شيء، بمنتهى البساطه أن الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب. فأنت تنوي أيها القارئ الكريم أو أيها السائل الكريم إن أنا اللي هقراه ده أقراه بنية أن يكون ثوابه لأمي المتوفاة أو لوالدي أو لجدي المتوفى، أو ده طريقة، أو بعد ما انتهي أو قبل ما انتهي الله أقول اللهم أعطي مثل ثواب ما قرأت أو مثل ثواب ما سأقرأ إلى المتوفى الفلاني، فيكون له إن شاء الله بهذا. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا طالبة جامعية وبسأل على السؤال ده، ناس كتير بتسأله بس مش بستفيد منهم بحاجة، فممكن الرد لو سمحت؟ أنا بيكون عندي ظروف، ينفع أني أمسك المصحف؟ يعني تقصد مفهوم المصحف لا يجوز مسه لا للجنب ولا للحائط، ولكن إذا كان ولا بد ما فيش مانع من يعني قراءته بالعين هكذا من على التليفون. في تطبيقات كثيرة الآن على التليفونات يبقى فيها المصحف بنفس الخط المعتمد وكذا إلى آخره، فيمكن مس الموبايل أو مس التابلت ولا يكون له مثل نفس حكم مس المصحف. أما سنخرج إلى فصل قصير ونعود لنجيب على هذه التساؤلات، وفي انتظار اتصالاتكم التليفونية ابقوا معنا دائما. تعلم أيها الأخ المشاهد أن طب الكيماويات شفى العرض ولم يشف المرض، فتحولت الأمراض إلى أمراض مزمنة، أما الطب الطبيعي فشفى العرض وشفى المرض. استخدام الأعشاب الطبية أسلوب حياة وأسلوب الوقاية من الأمراض وأسلوب زيادة المناعة. وجد في العالم في السنوات الأخيرة أن هناك 3 مليار نسمة يعانون من تداخل الأدوية الكيماوية، وبالتالي ابتدأ العالم يرجع إلى الطبيعة وقال لابد من العودة إلى الطبيعة لتجنب الأمراض التداخلية.
طب الأعشاب مع الدكتور عبد الباسط السيد من الأحد إلى الثلاثاء في الرابعة عصرا على الناس. الدنيا بقى حالها غير الحال. سبحان من دام له الحال، سبحان من خلق عبده كل يوم في حال. يا مسهل الحال يا رب، يا رب اصلح حال ولادي. سبحانك قادر على كل شيء. من حمده على حاله دام له جمال الحال. الحمد لله على كل حال. صلاح الحال وهدوء البال بالرجوع إلى الكبير المتعال. أحوالنا مع الدكتور مجدي عاشور مع حسن الشاذلي، الأحد 8:30 مساء على الناس. دلوقتي هتقدر تحمل أجمل الأدعية الدينية بصوت الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي على تليفونك المحمول. اللهم لا تشمت بي عدو ولا تسيء بي صديق، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمي، اللهم لا طاقة لي بالجهل فلا تكلني إلى غيرك، فإنك إن وكلتني إلى نفسي عجزت عنها. اللهم وفق الشباب لما تحبه وترضاه، اللهم يا جار المستجيرين. اتصل من أي محمول على 5934 أو من أي خط أرضي على 09874. حمل الآن أجمل الأدعية الدينية وخليها رنة على تليفونك. وحد كلمتهم. بعد قليل رحلة المحب. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قناة الناس، ما ينفع الناس. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، في الشيخ أحمد ممدوح. لدينا الكثير من اتصالات وعلى الاس ام اس أسئلة كثيرة. هل الإنسان الذي لا يملك مال وحالته المادية لا يستطيع أن يتصدق، يعني هو عايش باللي عنده، قادر يعيش باللي عنده بس مش قادر يتصدق، فبيقول هل ممكن أتصدق بأذكار الله وهل تكتب حسنات عند الله سبحانه وتعالى؟ ما هو دلوقتي إذا ما كانش قادر يتصدق فله الأجر والنية بقصده، فإن الإنسان إذا عزم على شيء أنه لو كان فعله من أعمال الخير فيكتب له وإن لم يفعله. ثم إن الصدقة مش لازم تكون بحاجة يعني مال شديد، يعني ممكن لو تصدق بجنيه ده اسمه صدقة، لكن الذكر دي عبادة أخرى غير عبادة الصدقة، فدي عبادة متميزة عن عبادة الصدقة. واللي مش قادر يتصدق ويفتح الله عليه بابا آخر من أبواب العبادات كباب الذكر فليلزمه، فإن كل واحد له مع ربنا سبحانه وتعالى مدخل مختلف عن غيره. ممكن أنا يكون مدخلي مع الله الصلاة، وممكن واحد يفتح له في الصوم، وممكن واحد يفتح له في الصدقة والعطاء، وواحد يفتح له في العلم، وواحد يفتح له في التعليم، بل إن العبادة الواحدة قد يكون مدخل الإنسان إلى الله فيها مختلف. العبادة الواحدة إزاي؟ يعني أنا بقول لك فلان مدخله إلى الله الصلاة، أنا مدخلي في الصلاة الركوع، يعني مش الصلاة يعني ركن الركوع ده، الركوع هو مدخلي إلى الله، أجد فيه قلبي وأجد فيه الصلة بيني وبين الله على أتم ما يكون، ويفتح لي فيه وبه ما لا يفتح لي بغيره. فيبقى كل واحد التوفيق بتاعه أن يعرف إيه مدخله مع ربنا ويلزمه، فيبقى من أهل هذا الباب. وممكن واحد يبقى له أبواب مختلفة يلزمها، السجود مثلا، السجود أو عبادة الصدقة أو عبادة الصوم، القطاع الواحدة في العبادات المختلفة مثلاً يعني. وده ملمح جميل الإنسان هو. هل ده محتاج منها تركيز؟
محتاج توفيق. آه. لأن إذا وفق الإنسان لاحظ. الله. وإذا لم يوفق بقى عايش في الحياة كده يعني إيه؟ حمار بالليل، حمار بالنهار، جيفة بالليل، مش ملاحظ حاجة. والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. لا، إحنا عايزين نكون من عباد الله المخلصين. نعم. الخلص. نعم. يعني أن يعني نستمتع ونحن نؤدي العبادة. شوف الحديث. هك استمتاع. شوف الدعاء النبوي بيقول إيه؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه؟ وحسن عبادتك. مش وعبادتك. وحسن عبادتك. الله. يعني أن تكون العبادة حسنة. حسنة. الإحسان في العبادة. ومن حسن العبادة إنها تكون واقعة على الوجه الأتم، واقعة على الوجه الأكمل، وإنها تكون من العبادات اللي يدخل بها الإنسان على ربه. ده من حسن العبادة أيضا. ودي ترجمان للأشواق، لأشواق الإنسان. ده ابن عربي، ده ترجمان. طبعا للأشواق. طبعا ترجمان للأشواق. يعني أن تكون يعني اللقاء، أن نفر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. مدفوعين بأشواقنا. نعم. لأن نلتقي، لأن نكون في هذا اللقاء، في هذه الحضرة.